أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كلام سوفتاجية، معاكم فاروق. إن شاء الله في مجموعة حلقات منفصلة هنتكلم عن بوكسات السوفت وير المنتشرة والأكثر استخدام، وهنشرح كل بوكس منهم بالتفصيل. وإن شاء الله دي هتكون أول حلقة وهنتكلم فيها عن بوكس Z3X. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا عايزين نشكر جميع متابعين قناة جوكر سوفت، لأننا وصلنا لأكثر من 20,000 مشترك وأكثر من 5,000,000 مشاهدة، والفضل لله ثم المتابعين. وبنتمنى من كل الناس اللي بتشوف الشروحات إنهم يشتركوا في قناة جوكر سوفت علشان توصلكوا كل الشروحات الجديدة أول بأول. ويلا مع بعض نبدأ حلقتنا. بوكس Z3X أحد أهم البوكسات اللي لازم تكون عند كل فني مبتدئ أو محترف، لأنه بوكس قوي وبيتعامل مع موديلات وفئات متعددة من أجهزة الهواتف الذكية. والبوكس موجود من فترة طويلة وبيدعمه فريق تطوير قوي بيهتم بتحديثاته وإضافة الموديلات والعمليات والتحسينات في الإصدارات الحديثة. والبوكس بيجي بكابلاته كاملة في أغلب الأوقات، لكن ممكن تشتريه بدون كابلات لو حابب، وبيشتغل LG وسامسونج وكمان جيتاج للأجهزة اللي فقدت بوت بسبب السوفت وير الخاطئ. لكن انت بتشتريه وبتأكتيفه حسب احتياجاتك، يعني ممكن تشتريه للتعامل مع أجهزة سامسونج فقط أو للتعامل مع أجهزة LG فقط، ولو بتشتغل سامسونج LG ممكن تأكتيفه الاتنين في بوكس واحد، وتقدر تشتغل أجهزة LG وسامسونج ببوكس واحد. والنهاردة إن شاء الله هنشرح الواجهة الخاصة بأجهزة سامسونج الموجودة في بوكس Z3X، وهنتعرف على أهم القوائم والعمليات الموجودة فيه. وهنبدأ شرحنا من البداية، وهنشرح طريقة تثبيت البوكس على الكمبيوتر وتحميل البرامج والمستلزمات الضرورية. أول خطوة هنثبت برنامج Z3X Shell، وده هحط لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. والبرنامج هيتثبت بطريقة طبيعية خالص زي ما متعود تثبت أي برنامج. هنا البرنامج اكتمل التثبيت بتاعه، بس بيقول لنا عايز تثبت التعريفات دي اللي ظاهرة قدامنا. فطبعا انت لو شغال على ويندوز XP أو 7 ممكن تديله فينيش وهو هيبدأ يثبته، لكن في حالتنا هنا احنا شغالين على ويندوز 10، ولو عملنا فينش ودينا له امر انه يثبت التعريفات دي هيدينا خطأ، لان نسخ الـ8 والـ10 بتختلف عن نسخ 7 وXP. فاحنا هنشيل كل العلامات اللي موجودة قدامنا دي، وهنديله فينش، لان في خطوة مهمة لازم تتعمل في ويندوز 8 وويندوز 10 قبل تثبيت التعريفات، وهي ان احنا لازم نعمل ديسيبل للسيجنتشر، وده اوبشن في الويندوزات الـ10 والـ8. وهحط لكم الفيديو برضو في الديسكريبشن اللي يشرح لكم ازاي تعمل ديسيبل للسيجنتشر. وبعد ما عملنا ديسيبل للسيجنتشر تقدر تثبت التعريفات بتاعتك بطريقه طبيعيه وهيقبل معاك اي تعريفات. ادي برنامج الشيل، وطبعا انا كنت مثبت التعريفات على الجهاز قبل كده. في حالة ان التعريفات متثبتة بشكل كويس وصحيح، لو فتحت الديفايس مانجر هتلاقي Z3X بوكس متعرف زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب الخطوة التانية اننا نثبت برامج البوكس، وطبعا البرامج دي بتختلف الاصدارات بتاعتها مع مرور الوقت. يعني احنا دلوقتي عندنا الإصدار 27.4.2، وده آخر إصدار موجود لحد تسجيل الحلقة، لأن ممكن بعد كده يطلع إصدارات أعلى، لكن طريقة التثبيت واحدة. طبعا هنشرح كل البرامج دي وهنقول وظائفها بالترتيب، بس خلونا الأول نثبت برنامج سامسونج تول برو، لأن ده اللي هيكون البرنامج الرئيسي اللي شغلنا كله هيكون عليه. طبعا هتثبت البرنامج بطريقة عادية زي ما احنا متعودين. تمام كده البرنامج اتثبت وهيظهر قدامنا بالشكل ده.
طب لو فتحنا برنامج شيل زي ما احنا شايفين، لما فتحنا برنامج الشيل ظهر قدامنا هنا سامسونج تول برو وهنا سامسونج، لان كل البرامج اللي بنثبتها بتظهر هنا. وده ليه؟ لان في حاله ان انت مأكتف البوكس سامسونج وال جي هيظهر لك كل البرامج اللي هتثبتها هنا، لكن لو انت مأكتف البوكس سامسونج فقط كمثال وجيت ثبتت برامج ال جي مش هيفتح معاك البرنامج لان انت مش مأكتفه ال جي. وهنا ظهر معانا سامسونج، لو ضغطنا عليها هيجيب لنا كل قوائم الاجهزه اللي مدعومه. طبعا دي نقدر نجيبها من جوه البرنامج الرئيسي، لكن انا عايز اشرح لكم من البدايه، تمام؟ ولو اخترت اي موديل بتعمل رن وبيفتح لك واجهه البرنامج التاني. لكن خلونا نكمل شرح برنامج الشيل. دي اول قائمه زي ما قلنا، وتاني قائمه سبورت فايلز. سبورت فايلز دي لازم تكون موصل الكمبيوتر بالانترنت، لان هنا بيظهر معانا كل البرامج اللي انضافت جديدة للسبورت، برامج البوكس سواء سامسونج او ال جي او جيتاج او تعريفات وغيره. وكمان تقدر تحمل من هنا الفلاشات اللي انت محتاجها سواء برضو سامسونج او ال جي او ملفات لبوكس الايزي جيتاج. والبرنامج عند اتصاله بالانترنت بتلاقيه بيعمل ابديت اوتوماتيك عشان ينزل لك كل الداتابيز وكل التحديثات الجديدة. والقائمة دي كان فيها بعض الصور وبعض الملفات للبين اوت لبعض الاجهزة، بس احنا مش هنحتاجها كتير. القائمة الاخيرة السيتنج بتاع برنامج الشيل، والقائمة دي خاصة بعمل ابديت للفرموير بتاع البوكس او تشوف معلومات البوكس من رقم الـ SN والسيريال، او تعمل ابديت لمحتويات البوكس. وكمان تقدر تختار مسار الملفات اللي من خلالها بتحملها على البوكس اللي في قائمة ستيشن زي ما قلنا، سواء صور بين اوت او غيره. وكمان تقدر تختار مسار الملفات اللي متحملة من على برنامج الشيل زي الفلاشات او تحديثات البوكس، ودي قائمة الضبط لبرنامج الشيل. طيب هننزل الشيل دلوقتي ونكمل بقية تثبيت البرامج. طبعا ده البرنامج اللي احنا قلنا عليه، البرنامج الاهم اللي هو سامسونج تول برو، وده اللي هتلاقي فيه كل الاجهزة الحديثة اللي بنشتغل عليها. والباكج او الحزمة بتاعت سامسونج روت دي خاصة ببعض ملفات الروت، وباكج سامسونج ريكفري ده بيحتوي على مجموعة ملفات لريكفري معدل وبنحتاجه في حل بعض المشكلات زي مشكلة DRK اللي من خلالها بيقدر البوكس يثبت ريكفري معدل ويكمل ريبير لحل المشكلة. والبرنامج الأخير برنامج 2G Tool، والبرنامج ده خاص بأجهزة سامسونج القديمة اللي بتشتغل بنظام تشغيل جافا وأكيد كلنا عارفينها. فأنت ممكن تثبت كل البرامج دي وممكن تثبت اللي أنت محتاجه بس. فإحنا هنكتفي بتثبيت برنامج سامسونج تول وبرنامج 2G تول عشان أوريكوا بس الأجهزة المدعومة فيه. طبعا برضو هتثبته بطريقة عادية خالص. كده يبقى إحنا ثبتنا البرامج اللي هنحتاجها. لو فتحنا برنامج الشيل تاني من هنا نقدر نختار الأجهزة اللي احنا عايزين نشتغل عليها زي ما قلنا، أو ممكن نفتح البرنامج نفسه وده هيكون البرنامج الأساسي اللي هنشرحه وهيكون أغلب شغلنا عليه. طبعا زي ما احنا شايفين ده بيظهر في أول مرة بس من تشغيل البرنامج أو تثبيت تحديث جديد، لكن بعد كده بيفتح بطريقة عادية.
وكده البرنامج فتح معانا بنجاح، ودي الواجهة الرئيسية للبرنامج. من هنا الموديل بيقولك اختار الموديل اللي انت محتاجه، وطبعا هنا هتلاقي كل الموديلات اللي مدعومة في بوكس Z3X. طبعا في التحديثات الجديدة بيتم اضافة موديلات جديدة، فهتلاقيها برضو هنا. فممكن تنزل وتختار الموديل اللي انت محتاجه زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، او ممكن تبحث عليه من هنا. زي ما احنا شايفين لو اخترنا الموديل ده كمثال، هتضغط عليه دبل كليك كده، فعل كل الاوبشن الخاصة بالموديل، واول قائمة بيدخلنا عليها قائمة فلاش. ومن خلال القائمة دي اكيد كلنا عارفينها، دي خاصة بتفليش الاجهزة او بقيت بوكسات السوفت وير، وطبعا ما فيهاش اختيارات كتير. بعد ما تختار الفلاشات بتقدر تفلش، تقدر تختار الفلاشة سواء ملف واحد او اربع ملفات. بعد كده بتقدر تدي امر فلاش، وهنا يدخلك الجهاز لوضع الداونلود مباشرة. يعني لو موصل الجهاز في الوضع الطبيعي، ممكن لو ضغطت على ريبوت تو فلاش بيدخلك الجهاز لوضع الداونلود. وظن القايمة دي كلنا عارفينها. طب ندخل على القايمة التانية، قايمة باك اب. اول حاجة علشان تقدر تستخدم كل الاوبشنز والاكشنز اللي في القايمة دي، لازم يكون الموبايل شغال بشكل طبيعي. يعني ما ينفعش نستخدم القايمة دي مع اجهزة ميتة مثلا، او واقف على اللوجو او غيره. لازم يكون الجهاز شغال كويس، او على الاقل داخل قايمة. ليه؟ علشان نقدر نفعل وضع ADB. لاننا لو مفعلين الوضع ده هيظهر لنا هنا الجهاز، وبعدها نقدر نستخدم كل الاكشنز دي، سواء تعمل قراءة لملف الـ EFS او تكتب ملف EFS جديد، وده خاص بعلاج بعض المشكلات زي الشبكة والبيس باند وغيره. تقدر تقرأ وتكتب ملف QCN، وده برضو خاص ببعض الاجهزة اللي ما بتجيبش شبكة، بيكون السيريال سليم وكل حاجة، بس بتلاقيها لا توجد خدمة او نو سيرفيس او خارج التغطية. وبقية الملفات دي سواء رايت او ريد ملفات السيرت او غيرها، والملفات دي هنشرحها بالتفصيل ملف في ملف. بس دلوقتي خلونا نشرح القوائم الرئيسية. وفي حاجة مهمة جدا قبل ما نكمل شرح بقية القوائم، ان كل موديل ليه مجموعة اكشنز خاصة بيه. يعني احنا لو رجعنا تاني هنا، احنا اخترنا الموديل G530H، فطبعا في قائمة باك اب دي مجموعة الاكشنز الخاصة بيه. ممكن نختار موديل تاني من هنا وما يكونش ليه مثلا، هتلاحظ ان هنا مفيش مثلا اوبشن رايت سيرت وليكن، او هنا مثلا ممكن تلاقي اوبشن زيادة ريد سيرت، انه يقرا ملفات السيرت. فدي بتختلف باختلاف الموديل، لكن الاسم واحد. يعني باك اب بيكون الاسم واحد، لكن الاختلاف ممكن يكون في مجموعة الاكشنز اللي هنا، وده بيمشي على كل الموديلات. طبعا احنا دلوقتي بنحاول نشرح نظري، اللي هو بنعرف بس بالقوائم والاكشنز والعمليات، لكن في الشغل الفعلي هنحط لكم فيديوهات في الديسكريبشن لعمليات فعلية على البوكس، وحل مشكلات وتفليش وتعريب وغيره، هتقدر تشوفها. لكن هنا احنا بنشرح خطوط عريضة، وبنشرح مجموعة العمليات اللي موجودة في البوكس. وندخل على قائمة Unlock، وبرضو القائمة دي خاصة بفك الشفرة. وزي ما قلنا في قائمة باك اب، لازم القائمة دي يكون الجهاز شغال، ما ينفعش نستخدم القائمة دي والجهاز فاصل او واقف على اللوجو او قاطع خالص، لاننا بنستخدم القائمة دي لفك الشفرة. وطبعا هنا في مجموعة اكواد، وتاني نقول
الحاجات دي والخطوات دي بتكون خاصة بكل موديل على حدة، يعني دي خاصة وليكن بجهاز جي 530 اتش. لو اخترنا موديل تاني ممكن ما نلاقيش كل ده ونلاقي خطوات تانية، بس دي بتبقى خطوات إرشادية من البوكس علشان تقدر تفك الشفرة. طبعا بعد ما توصل الجهاز بتقدر بعدها تعمل انلوك وبيبدأ الجهاز يفك الشفرة بطريقة طبيعية، وبرضه هنحط لكم فيديوهات خاصة بفك شفرة بعض الأجهزة على بوكس زد 3 اكس. والقائمة اللي بعدها اللي هي مهمة جدا في أي موديل هنشتغل عليه واللي دايما هنستخدمها باستمرار، قائمة ريبير أو إصلاح. عشان نستخدم القائمة دي لازم يكون الجهاز شغال، وهنا بعض الخطوات الإرشادية برضو زي ما احنا شايفين، ولازم نفعل وضع ADB أو وضع المطورين، هتلاقيه في الموبايل وبعد كده بتوصل الجهاز وهتلاقيه اتعرف هنا. وفي بعض الأجهزة بيحتاج يختار مخرج كوم لو هتشتغل بكابل RJ. والقائمة دي مجموعة الأكشنز اللي فيها مهمة جدا، لأن من خلالها بتقدر تعمل ريسيت للـ EFS، وده بيساعدنا في حل بعض المشاكل زي السيريال والشبكة أو توقف بعض الأجهزة على اللوجو فقط. واللي بعده ديسيبل فاكتوري مود، وده بيعمل ديسيبل لوضع الفاكتوري مود، يعني اللي انت بتشوفه الشاشة الصفراء، يعني اوقات بعد ما تفلش جهاز بتلاقي في شاشة صفراء كده ظهرت قدامك على شاشة الموبايل، ده اسمه فاكتوري مود. من خلال الاوبشن ده بنقدر نخرج من الوضع ده ونعمل له اوف. وايب EFS وNVM، ودي بتعمل وايب او مسح للمناطق دي اللي هي خاصة بالسيريال والشبكة. وياريت ما نستخدمش الاوبشن ده الا في الحالات الضرورية او يكون عندك خبرة مسبقة. ريسيت MSL، وده برضو خاص بعمل ريسيت او اعادة ضبط للملفات الداخلية للجهاز في حالة وجود مشكلة زي مشاكل البيس باند او الشبكة. اكتيفيت ديج مود، والوضع ده اوقات كتير بنحتاجه في عمليات فك الشفرة، لان في اجهزة كتير ما بنعرفش نفك شفرتها الا لما نفعل وضع الديج مود اللي هو ده. فبتوصل الجهاز وتفعل اختيار ADB وبعد كده بتضغط على اكتيفيت ديج مود وبعدها بتقدر تفك الشفرة. بس اوقات في بعض الاجهزة عشان تفعل وضع الدياج مود عن طريق الاكواد اللي هو نجمة 9090 او غيره ممكن الجهاز بيفصل خالص، وفي بعض اجهزة من اجهزة النوت بتفصل بعد تفعيل الوضع ده من غير ما تعمل اي حاجة، مجرد ما تفعل الوضع ده ممكن تقطع خالص. وده غالبا يعني احنا بنستخدم الوضع ده في حالات قليلة مش في كل الاجهزة. اخر قائمة معانا قائمة الريبوت، وهنا بيقولك لو عايز تعمل اعادة تشغيل للجهاز في وضع الداونلود او وضع الريكفري، يعني لو عايز تدخل الجهاز لوضع الريكفري او وضع الداونلود لو هتفلشه. نروح لقائمة داونلودز، طبعا عشان احنا مش موصلين الجهاز بالانترنت فظاهرة فاضية، لكن في حالة توصيل الجهاز بالانترنت بتلاقي هنا كل الفلاشات ظهرت للموديل اللي احنا اخترناه. بمعنى ايه؟ يعني احنا اخترنا موديل جي 530 اتش، فلو رحنا لقائمة داونلود هنلاقي هنا كل الفلاشات والفيرجنات الخاصة بالموديل ده فقط، هتلاقيها ظهرت هنا سواء فلاشات عادية او فلاشات كومبينيشن. قائمة سيتينجز دي برضو خاصة بالاعدادات بتاعت واجهة البوكس زي ما احنا شايفين، وهنا بيقول لك عايز تعمل تشيك على التحديثات الجديدة او لا بطريقة اوتوماتيكية، وعايز تعمل تشيك للداتابيز بتاعت البوكس او لا، وهنا مكان حفظ الباك اب من الملفات اللي هتاخدها
يعني لو خدت مثلا باك اب من ملف الاي اف اس او غيره هيتحفظ فين وهكذا. والجي يو اي دي الواجهه، الضبط بتاع الواجهه بتاعت البرنامج، يعني ممكن اختار لغه البرنامج من اللغات اللي موجوده هنا، عربي او انجليزي او غيره. هنا جابلنا كل القوائم باللغه العربيه، ودي خاصه بالسكين او الشكل بتاع البرنامج، يعني ممكن نخليه دارك او غامق ونعمل ابلاي، بس لازم نعمل ريستارت للبرنامج. وده بس هيغير لنا شكل الواجهه، يعني بدل ما فاتحه كده زي ما احنا شايفين هنلاقيها بس غامقه او لونها اسمر شويه يعني. ودي القايمه دي مش هنحتاجها كتير، يعني قايمه الهيستوري او تاريخ الملفات والعمليات اللي انت اشتغلت عليها. طيب نرجع لقايمه الموديل. لو هنختار مثلا اي جهاز تاني، N910 سي وليكن، برضو هنلاحظ ان قايمة الفلاش هي ما تغيرتش، ودي الخاصة بالتفليش. قايمة باكب هنا هي زاد عليها رايت ان في داتا، ملف الان في الخاص باصلاح بعض مشكلات الشبكة في الجهاز ده. زي ما قلنا القوائم الرئيسية هي بس اللي ممكن بيختلف مجموعة الاكشنز اللي جوه. وقائمة الانلوك موجودة برضو هي مع اختلاف الخطوات اللي هتنفذها. وقائمة الريبير اختلفت زي ما احنا شايفين اهو. لو اخترنا الموديل ده الجي 7، لاحظ هنا برضو في الانلوك قائمة الاكشنز اختلفت وزاد فيها بعض الاختيارات زي عمل ريسيت اف ار بي وحذف جوجل اكاونت زي ما احنا شايفين. الاوبشن ده الاتنين دول، الاول قايمة اللوك كان بيبقى فيها اللوك فقط، لكن هنا ادينا ريد كودز واللوك وريسيت اف ار بي، سواء في وضع الاي دي بي او وضع الداونلود. ودي كنا شرحناها في فيديوهات تانية، وهحط لكم برضو كل الفيديوهات اللي احنا هنحتاجها في الشرح ده هحطها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو. بس احنا شرحنا ده لعرض القوائم الرئيسية للبوكس للناس اللي مش عارفة، لكن العمل الفعلي وحل المشكلات دي محتاجة كل جهاز على حدة نشرحه. ودي كانت الحلقة الاولى من شرح برنامج Z3X، وان شاء الله هنكمل الشروحات في حلقات تانية، ويا رب تكونوا استفدتوا من الشرح، وبنتمنى دعمكم لينا بالاشتراك في قناة جوكر سوفت لو انت مش مشترك فيها. واسف على الاطالة، بس كان لازم نشرح بعض القوائم الرئيسية للناس المبتدئين اللي لسه شاريين البوكس جديد. ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله، وان شاء الله هنكمل مع بعض في حلقات تانية.